ومتابعينا الكرام نتابع معكم هذه المسيرة ونتابع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. شاهين هنا على الصدارة وعلى المركز الأول هنا من هجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني والمنطلق من الجانب الآخر هناك هملول ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث شاهين من هجنة العاصفة وغياث الهلالي في متابعته، بينما المركز الرابع المركز الرابع هناك الانطلاق والتحدي من قبل سلهود لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى وناصر بن عبد الله المدهوشي في التضميرة وصلاع عنيد، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وشاهين هنا المنطلق من هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي بهذه التحديات الجميلة. المركز السابع ياتي النخلي سيدي صاحب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة هنا علي بن هزيم المسافري المكتشف من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي المتميزة. هنا أرى سراب سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميرة من ينطلق بالتحديات الجميلة. وصل هنا وصل الدافع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي في تضميرة من ينطلق مضمر خمسة نجوم يقدم لنا الدافع في هذه الانطلاقات الجميلة والإثارة مشاهدينا الكرام. أما هنا على المركز العاشر فالوصول من قبل الصيرمي لسمو الشيخ سيب بن قليبة بن سيف أنهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي في تضميرة من يضمر الصيرمي بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الانطلاق، نعود إلى الإثارة، إلى شاهين من هجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من الجانب الآخر أرى النخلي يتسلل هناك أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع المكتشف علي بن هزيم المسافري، وياتي سلهود سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد على مع ناصر بن عبد الله المدهوشي في التضميرة. شاهين وشاهين من هجنة العاصفة قادمات هنا على المركزين، هنا أيضا الثالث والرابع بقيادة الأستاذ غياث الهلالي، هناك أيضا عنيد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن العرطي الحميري. وصل الصيرمي وصل الصيرمي هنا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي في التضميرة، ومن الجانب الآخر الرسمي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري، ومحبوب هنا المنطلق محبوب سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. هنا الخبير والمتبرز قادمين بهذا الأداء الجميل والإثارة. هنا الوصول هنا الوصول من شاهين هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير، وأرى هنا هنا التحديات هنا الإثارة. شاهين على الصدارة الصيرمي على المركز الثاني، تحديات وإثارة في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا شاهين من هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي الصيرمي من الجانب الآخر، هناك لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة سعيد بن مبارك لوهيبي، ولكن شاهين شاهين العاصفة الآخر يتدقل بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات. يا سلام الله الله التحدي مميز هو جميل وجميل. الله شاهين ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين العاصفة يليه كذلك شاهين من هجنة العاصفة وغياث الهلالي في متابعة محبوب، ينطلق على المركز الثالث سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرط الحميري، وشاهين يتدخل من هجنة العاصفة مع غياث الهلالي. ولكن التهنئة للمرة الحادية عشر هنا في هذا الصباح المميز
المميز الجميل مع العاصفة وهجنها وتميزها المميز الجميل دائما وأبدا. تتميز بالانطلاقات، تتميز بالتحديات. ها هي العاصفة وهجنها. تهانينا للمرة 11 على فوز شاهين بالمركز الأول، لحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني كذلك شاهين، المركز الثالث أيضا شاهين من هجن العاصفة. المركز الرابع سلهوج اسمه الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى. والمركز الخامس المحبوب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي الخمسة المراكز الأولى المنطلقة بالتحديات وبالإثارة. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا لشاهين إلى خط النهاية. تهانينا للعاصفة وهجنها ومالكها سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم. 6 دقائق 14 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. شكرا للأستاذ غياث الهلالي على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني أتانا شاهين كذلك من هجن العاصفة بقيادة الأستاذ غياث الهلالي قاطعا المسافة في 6 دقائق 18 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. وعلى المركز الثالث كذلك شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي قاطعا مسافة 4 كيلومترات في فترة الزمنية مقدارها 6 دقائق 19 ثانية وفاء وتماما وكمالا. التحديات تتواصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وانطلاقة هنا شوطنا المنطلق هو الشوط 12 في مجموعة الأشواط من الجولة الأخيرة بهذا الصباح المميز الجميل. تبقى لدينا شوطين للبكاء.